أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. النهاردة توقعات يوم الخميس 6 يناير كانون الثاني 2022. توقعات برج الدلو، ما تركته في الأيام الماضية هتعمل على إنك تنهيه اليوم، خاصة الأعمال اللي هتضغط عليك كتير في العمل أو حتى في بيتك، مش هتلاقي الوقت علشان تقوم بكل الأعمال الخاصة فيك حتى، وزياراتك العائلية في المساء، لذلك ما ترتبطش في أي مواعيد مش هتعرف تلتزم بيها، خاصة لمواليد 1 لـ10 شباط فبراير. مهما بالنسبة لك مهنيا، هتتذكر الأنظار على قدرتك الإبداعية اليوم في مجالك المهني، وهتفوز بجوائز تقديرية لجهودك الكبير، وهتكون كل الأنظار عليك. بالنسبة لك عاطفيا، اليوم ده هيكون ملائم جدا علشان تعيد نظرك في استمرارية عزوبيتك أو إنك ستختار الزواج. بانتظارك مرحلة مهمة جدا وديناميكية من حياتك العاطفية. بالنسبة لك صحيا، ما تضعفش أمام المشكلات المهنية والعاطفية علشان ما تأثرش عليك سلبيا، وخاصة على وضعك الصحي لليوم، فخليك حذر وخليك قوي وما تضعفش. بالنسبة للقمر اليوم هيكون في برج الحوت، وده طبعا برج لطيف ومبدع ورحيم. الوقت هيكون جيد بالنسبة لينا للاسترخاء أو إننا ناخد استراحة من الوتيرة المعتادة الخاصة فينا، وهيكون هناك جانبان طفيفان لليوم هيمتلئان تحدي وهيشير لبعض سوء التقدير أو القلق اليوم. وتاني ممكن نريد إننا ننمو ونتوسع، ونكون من الضروري اليوم إننا ندفع بعض الحدود لينا، لكن من الأفضل إننا نقوم بده برفق. لازم إننا نشاهد إننا ما نجعلش أي شيء نمتلكه من الأشخاص والمواقف والأشياء مثاليا، ويمكن إنه يكون هناك تفكير غائم أو ميل إلى أحلام اليقظة. ممكن لا نعبر عن أنفسنا بوضوح، أو الآخرين ما يقروش رسائلنا جيدا. على الأرجح هيكون في مزيج بين الاتنين، فخلينا حذرين. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.